بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 150. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، بيّن الشيخ ما سببه تعريب الكتب الرومية واليونانية أي ترجمتها إلى العربية في عهد المأمون الخليفة العباسي وغيره، وما سببه ذلك من دخول علم الكلام وقواعد المنطق في كتب العقائد والاستغناء بذلك عن الأدلة الشرعية في إثبات مسائل العقيدة. وهذه مأساة تتكرر كل وقت حينما يأخذ المسلمون بعلوم الكفار في أمور الدين والحكم بين الناس. أما الأخذ بعلوم الكفار في المجال الصناعي والعسكري الذي لا يتنافى مع الدين فلا بأس به، قال الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم، ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، وهي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم وضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين له الهدى لمن أراد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا، منها مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمرو الطلمنكي وكلام أبي عمرو بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، قبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله ابن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج
والرد على الجهمية لجماعة، ومثل الرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد الجعفي، قبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر ابن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل لعبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفات لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ثم بين الشيخ رحمه الله القاعدة الصحيحة التي يجب اتباعها في أسماء الله وصفاته فقال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإن الله سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة. قد بين فيه الشيخ رحمه الله تأويلات المخالفين، وبين الكتب التي دونت في هذه التأويلات، وبين الكتب التي ردت على هذه التأويلات، وبين منشأ ضلالة المؤولين وسندهم المظلم، وأنه ينتهي إلى اليهود الذين وصفوا الله بالنقائص والعيوب وجحدوا كماله وعظمته، وذلك من أجل أن يكون المسلم على بصيرة من الضلال وأهله، ومعرفة مصادره، ومعرفة الحق وأهله، ومعرفة مصادر الحق. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.